واحد يبيع تمن تاجر ما تمن ويعتبر روحه فد عده فلوس وعده امكانيه وعنده عمال يشتغلون وهو بس يعاين. لما اجت امراه محتشمه بس عليها جمال عندها جمال الله نعطيها جمال من شافها قال العمال قال لا احد يجيس خلوها نحكي وياها. طلع لها قال يا بنت الحلال ترى عندي تمن خوش تمن ورخيص جوا بالدكان. هي هم طبت المراه. المهم جاي تكف نمونه نموذج من التمن هو مسك يديها من مسك يديها بنيه صاحبه شرف صاحبه مكان ما سوت شيء سحبت يدها منه وطلعت غادرت المحل. هو يضحك لما رجع للبيت لقى المراه مالته ما مرتاحه اعصاب تفور. خير فلانه قالت له هيك ماكو شيء. قال لها قولي احكي شكو شبيك اليوم مخذوثه. قالت له والله هذا السق اللي يجيب لنا ماي اكو قادر يفتر على البيوت يبيع ماي. قالت له هذا السقة يومية يجي يترس لنا ماي وياخذ فليساته ويروح. اليوم سوى سالفة مو خوش سالفة ما متوقعتها. سوى ولك السقة؟ قالت له جاي انطي الفلوس كضيدي. هو ضحك التاجر قالها دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. دقة بدقة عبالك شتى بس انت زلمه بس انت عندك هذا كرامه ومكانه لا تطرق باب الناس يطرق بابك يطرق بابك. عرفت شلون؟ اذا هسه كم واحد صرنا؟